أحبابي الأعزاء، من قناة أحباب الرسول كان مسموع موعدا يوم حلقة نبيلة من حلقات السير الذاتية للعلماء والمفكرين. وحلقة اليوم بعنوان ابن حزم أكبر علماء الأندلس. يعد ابن حزم الأندلسي الظاهري من أكبر علماء الأندلس وأكبر علماء الإسلام تصنيفا وتأليفا بعد الطبري. هو إمام حافظ وفقيه ومجدد ومتحدث وأديب وشاعر وناقد ومحلل، وصاحب المؤلفات المعروفة في الفقه والتاريخ والأدب ومقارنة الأديان، وصفه البعض بالفيلسوف والعالم الذي كان من أوائل من قال بقروية الأرض. كان ابن حزم الأندلسي حافظا عاليا بعلوم الحديث، وفقهه مستنبطا من أحكام من الكتاب والسنة، متفننا في علوم جمة، عاملا بعلمه زاهدا في الدنيا، فهو أحد أعلام المسلمين في القرن الخامس الهجري. وقد صنفوه فقالوا: هو الإمام الكبير والمجتهد المطلق، بحر العلوم وجامع الفنون، الفقيه الحافظ، الأديب الوزير، المؤرخ الناقد، صاحب التصانيف الباهرة. كان ابن حزم إمام المذهب الظاهري ومجدده، وحاملا لوائه في القرن الخامس الهجري من خلال موسوعته الأصولية الإحكام لأصول الأحكام، ودراساته الفقهية المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار. ومن أعم ما وصف به ذلك الفقيه الكبير أنه المناهض القوي للرق والعبودية، والنصير البليغ للنساء، والرائد الأول لحقوق المرأة. في كتابه التراث والحداثة يقول المفكر محمد عادل الجابري: إذا نظرنا إلى ظاهرية ابن حزم من الزاوية الفلسفولوجية المحض، فإننا سنجدها مشروعا فكريا فلسفي الأبعاد، يطمح إلى إعادة تأسيس البيان كنظام معرفي يؤسس فكر أهل السنة. من هو ابن حزم الأندلسي؟ هو أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم ابن حزم ابن غالب ابن صالح ابن خلف ابن معدان ابن سفيان ابن يزيد الأندلسي القرطبي، المولود في قرطبة في الأندلس سنة 994 ميلادية، الموافق 384 هجرية. عالم من أكبر علماء الإسلام في التصنيف والتأليف بعد الطبري، وهو حافظ وفقيه ظاهري، أديب شاعر نسابة، عالم بسند الحديث النبوي، ناقد فيلسوف، وهو من أوائل العلماء الذين قالوا بقروية الأرض. كان ابن حزم الظاهري وزيرا سياسيا من وزراء بني أمية في الأندلس. بدأ ابن حزم حياته وهو على مذهب المالكية، ثم غير إلى الشافعية، ثم ثبت على الظاهرية فلقب الظاهري، وقد شرد ونفي عن وطنه بعد العداء الذي نشا بينه وبين جماعة من المالكية، فمات في أرض والديه في بلد اسمها منتخار عام 1064 ميلادي. عاش ابن حزم الأندلسي في أوائل حياته في قصر أبيه الذي كان وزيرا من وزراء المنصور ابن أبي عامر، وقد تربى في تلك الفترة من حياته على يد جواري القصر. وقد نشأ ابن حزم في أسرة مسلمة، يده الأعلى هو يزيد ابن أبي سفيان الذي عاش في الشام وشارك في عدد من الفتوحات الإسلامية. وقد احتلت أسرة ابن حزم كانت رفيعة في الأندلس، حيث امتلكت أسرته قرية كاملة هناك، وهي قرية منتلشيم. أما تعليمه فقد درس ابن حزم المنطق على يد محمد بن الحسن القرطبي، ودرس الحديث على يد يحيى بن مسعود، وأخذ الفقه الشافعي على يد عدد من شيوخ قرطبة. وبعد أن تعلم المذهب الشافعي انتقل إلى الظاهري، فعرف بابن حزم الظاهري. وككثير من الناس قاس ابن حزم نار الفتنة قامت في قرطبة في الفترة التي كان يكتب فيها كتاب طوق الحمامة في الألفة والإلاف. ثم ترك ابن حزم قرطبة وهاجر إلى المرية، وبسبب انشغاله بالسياسة ونضاله في من أجل إعادة بناء الدولة الأموية في الأندلس، لقي ابن حزم عذابا كبيرا،
فتعرض عن النفي وللتشريد إلى أن سقطت الخلافة الأموية في الأندلس بشكل نهائي. وبعدها فرغ ابن حزم نفسه من أجل العلم والتأليف. مشايخ ابن حزم: سعى ابن حزم الظاهري إلى العلم وفي سن مبكرة فأخذ عن كبار العلماء والمشايخ، وكان جده قد ساعده في تحصيله العلمي وأرسله إلى خيرة مشايخ وفقهاء عصره. وقد كان لابن حزم شيخ في الحديث والتاريخ والفقه والفلسفة والطب. وفيما يأتي مجموعة من أسماء هؤلاء المشايخ الذين نهل من علمهم ابن حزم الأندلسي: أحمد ابن محمد ابن سعيد ابن الجسور القرطبي، مسعود بن سليمان ابن مفلت ابن مفلت الشنتري القرطبي المعروف بأبي الخيار، القاضي أبو بكر حمام ابن أحمد الأطروش القرطبي، أبو علي الحسين بن سلمون، محمد بن الحسن الرازي الصوفي، محمد ابن سعيد ابن ندى، أبو الفتوح ثابت ابن محمد الجرجاني العدوي، أبو عبد الله محمد بن الحسن الكناني القرطبي، أبو سعيد مولى الحاج جعفر، البازر محمد بن عبد الله ابن هانئ اللخمي، أبو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جحاف المعافري قاضي بلنسية، أبو المطرف مطرف عبد الرحمن ابن محمد ابن عيسى ابن فطيس. مناصبه وإنجازات: تولى ابن حزم وزارة للمرتضى في بلنسية، ولما هزم وقع ابن حزم في الأسر، وكان ذلك في أوساط سنة 409 هجري، ثم أطلق سراحه من الأسر فعاد إلى قرطبة، كما تولى الوزارة لصادقه عبد الرحمن المستظهر في رمضان سنة 412 هجري، ولم يبق في هذا المنصب أكثر من شهر ونصف، فقد قتل المستظهر في ذي الحجة من السنة نفسها وسجن ابن حزم ثم عفي عنه. وتولى الوزارة أيام هشام المعتد فيما بين سنتي 418 و422 هجري. أما ما يتعلق بإنجازاته فقد قضى ابن حزم حياته ساعيا وراء العلم حتى كان موسوعة تمشي على قدميه، فلم يترك علما من العلوم إلا وتركه، كما أنه ألف وأثر المكتبة العربية مجموعة من المؤلفات المفيدة في كثير من العلوم والمعارف، ولعل أبرز كتبه كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، وكتاب طوق الحمالة، وكتاب جمهرة أنساب العرب، وكتاب نقط العروس، كما أنه له في التصنيف كتاب التقريب في بيان حدود الكلام وكيفية إقامة البرهان، وكتاب الأخلاق والسير، وكتاب الفصل بين النحل والملل، وكتاب الدرة في الاعتقاد. ومن إنجازاته تأليف كتاب التحقيق في نقد كلام الرازي، وكتاب التزهيد في بعض كتاب الفريد، وكتاب اليقين في النقد على عطاف في كتابه عمدة الأبرار، وكتاب النقد على عبد الحق الصقلي، وكتاب زجر العاوي وإخسائه ودحر الغاوي وإخزائه، وكتاب رواية أبان يزيد العطار عن عاصم. كما ألف ابن حزم كتاب الرد على من قال أن ترتيب الصور ليس من عند الله بل هو فعل الصحابة، وكتاب النبذ في الأصول، وكتاب النكت الموجزة في إبطال القياس والتعليل والرأي، كتاب النقد على أبي العباس ابن سريج، وكتاب الرد على المالكية، وألف أيضا كتاب الاتصال في شرح كتاب الخصال، وكتاب المحلى، وكتاب المعلى في شرح المحلى. كل هذه الإنجازات جعلت من ابن حزم الظهري قامة فكرية وعلمية من القامات التي يفقر بها تاريخ الأندلس بشكل خاص وتاريخ المسلمين بشكل عام. ولكن ما يبعث على الحزن واليأس هو أن معظم إنما لم نقل كل هذه المؤلفات العظيمة أحرقت في إشبيلية بعد أن ألب الفقهاء الناس والحكام على ابن حزم أيام الفتن منزلته العلمية وتمسكه بالكتاب والسنة. مجتهد مطلق وإمام حافظ، كان شافعي الفقه فانتقل منه إلى الظاهرية، وافق العقيدة السلفية في بعض الأمور من توحيد الأسماء والصفات، وخالفهم في أخرى، وكل ذلك كان باجتهاده الخاص، وله ردود كثيرة على الشيعة واليهود والنصارى وعلى الصوفية والخوارج.
الصلاة ابن حزم ما يعرف عادة بالمذهب الظاهري، وهو مذهب يرفض القياس الفقهي الذي يعتمده الفقه الإسلامي التقليدي، وينادي بوجوب وجود دليل شرعي واضح من القرآن أو السنة لتثبيت حكم ما، لكن هذه النظرة الاختزالية لا توفي ابن حزم حقه، فالكثير من الباحثين يشيرون إلى أنه كان صاحب مشروع كامل لإعادة تأسيس الفكر الإسلامي من فقه وأصول فقه. كان الإمام ابن حزم ينادي بالتمسك بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة ورفض ما عدا ذلك في دين الله، لا يقبل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، صالح المرسلة التي يعتبرها محض الظن. يمكن أن نقلص من حدة الخلاف بينه وبين الجمهور حول مفهوم العلة وحجيتها، إذا علمنا أن كثيرا من الخلاف قد يكون راجعا إلى أسباب لفظية أو اصطلاحية. شخصية ابن حزم وسمعته. كان ابن القيم شديد التتبع إلى آثار وكتب ابن حزم، وكان يصفه بمنجنيق العرب أو بمنجنيق الغرب، وكانت الناس تضرب المثل في لسان ابن حزم، فقيل عنه سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان، فلقد كان ابن حزم يبسط لسانه في علماء الأمة، وخاصة خلال مناظرته مع المالكية في الأندلس، وهذه الحدة أورثت نفورا في قلوب كثير من العلماء عن ابن حزم وعلمه ومؤلفاته، وكثر أعدائه في الأندلس. وحدث أن تعرضه لفقهاء عصره الجاحدين المنتفعين من مناصبهم، مكن هؤلاء أن يؤلبوا عليه المعتض بن عباد أمير إشبيلية، فأصدر قرارا بهدم دوره ومصادرة أمواله وحرق كتبه، وفرض عليه ألا يغادر بلده أبد، بلدة أجداده من تلاشيم من ناحية لبة، وألا يفتي أحدا بمذهب مالك أو غيره، كما توعد من يدخل إليه بالعقوبة. وهناك توفى عام 1064 ميلادي، ولما فعل ذلك بكتبه تألم كثيرا، فقال وقد حرقت مؤلفاته: إن تحرق القرطاس فلا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يقيم معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعدوا بالكتاتي بدأة، فكم دون ما تبغون لله من ستر. كذاك النصارى يحرقون إذا علت أكفهم القرآن في دون الثغر. عنهم وأيدوهم وعرضوه. لقد اشتهر ابن حزم الظاهري بين أهل العلم لعظمة مؤلفاته وكثرتها وأهميتها، فكان قامة علمية وفكرية أدبية رفيعة جعلت منه واحدا من أعظم المفكرين في التاريخ الإسلامي. وفيما يأتي بعض أقوال وأراء العلماء في ابن حزم من مؤيديه الحميدي الذي قال عنه: ابن حزم الأندلسي كان حافظا عالما بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة، متفننا في علوم جمة، عاملا بعلمه زاهدا في الدنيا بعد الرئاسة التي كانت له ولأبيه من قبل في الوزارة وتدبير الممالك، متواضعا ذا فضائل جمة وتواليف كثيرة. وقال أبو حامد الغزالي: وجدت في أسماء الله الحسنى كتابا لأبي محمد بن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه. وقال ابن خلكان: كان حافظا عاليا بعلوم الحديث، مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب، فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر، وكان متفننا في علوم الجمة، عاملا بعلمه زاهدا في الدنيا. وقال العز بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة
وقال جلال السيوطي: كان صاحب سمو وورع وزهد، وإليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم. أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم مع توسعة في علوم اللسان والبلاغة والشعر والسيرة والأخبار. وقال جلال الدين السيوطي: كان صاحب فنون وورع وزهد، وإليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم. أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم مع توسعة في علوم اللسان والبلاغة والشعر والسيرة والأخبار. وقال الإمام الذهبي: الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف، الفقيه الحافظ، المتكلم الأديب، الوزير الظاهري، صاحب التصانيف. وقال عنه الفيروزابادي: إمام في الفنون، وزير هو بعد أبيه للمظفر، وترك الوزارة وأقبل على التصنيف ونشر العلم. ومن تصانيفه كتاب التقريب في بيان حدود الكلام وكيفية إقامة البرهان في كل ما يحتاج إليه. وقال عنه ابن كثير: قرأ القرآن واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية، وبرز فيها وفاق أهل زمانه، وصنف الكتب المشهورة. وقال عنه ابن العماد الحنبلي: كان إليه المنتهى في الذكاء وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والنحل والعربية والآداب والمنطق والشعر، مع الصدق والديانة والحشمة والسؤدد والرياسة والثروة وكثرة الكتب. وقال ابن بشكول: في حقه كان أبو محمد أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم معرفة مع توسعة في علم اللسان، ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار. ومن معارضيه ومنتقديه قال ابن تيمية منتقدا ابن حزم: وإن كان أبو محمد ابن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره، وأعلم بالحديث، وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى. وقال أبو بكر العربي: وجدت القول بالظاهر قد ملأ به المغرب، سخيف كان من بداية أشبيلية يعرف بابن حزم، وتعلق بمذهب الشافعي، ثم انتسب إلى داوود، ثم خلع الكل واستقل بنفسه، وزعم أنه إمام الأئمة، يضع ويرفع ويحكم ويشرع، ينسب إلى دين الله ما ليس فيه. من أقوال وحكم ابن حزم: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك طالبا عثرة تشيعها أو غريبة تشنعها، فهذه أفعال الأرازل الذين لا يفلحون في العلم أبدا. ثق بالمتدين وإن كان على غير دينك، ولا تثق بالمستخف وإن أظهر أنه على دينك. باب عظيم من أبواب العقل والراحة هو إطراح المبالاة بكلام الناس، واستعمال المبالاة بكلام الخالق عز وجل. بل هذا باب العقل كله والراحة كلها. من قدر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. لا تحقق شيئا من عمل غد أن تحققه بأن تجعله اليوم وإن قل، فإن من قليل الأعمال يجتمع كثيرها، ربما أعجز أمرها عند ذلك فيبطل الكل. ولا تحقق شيئا مما ترجو به، تثقل ميزانك يوم البعث أن تعجله الآن وإن قل، فإنه يحط عنك كثيرا لو اجتمع لقذف بك في النار. من سوى بين عدوه وصديقه في التقريب والرفعة لم يزد على أن زهد الناس في مودته.
وسهل عليهم عداوته، ولم يزد على استخفاف عدوه له وتمكين من مقاتله وإفساد صديقه على نفسه، وإلحاقه بجملة أعدائه. الحب ليس بمنكر في الأديان ولا محظور في الشريعة، إذ القلوب بيد الله. مؤلفاته 400 مجلد و 80,000 ورقة. ألف ابن حزم في الأدب كتاب الطوق الحمامة، وألف في الفقه وفي أصوله، وشرح منطق أرسطو، وأعاد صياغة الكثير من المفاهيم الفلسفية. وربما يعتبر أول من قال بالمذهب الأسلم في الفلسفة، الذي يلغي مقولة الكليات الأرسطية. الكليات هي أحد الأسباب، الرئيسية للكثير من الجدالات بين المتكلمين والفلاسفة في الحضارة الإسلامية، وهي أحد أسباب الشقاق حول طبيعة الخالق وصفاته. ذكر ابنه أبو رافع الفضل أن مبلغ تأليف أبي محمد هذا في الفقه والحديث والأصول والتاريخ والأدب وغير ذلك بلغ نحو 400 مجلد تشتمل على قريب من 80,000 ورقة. وهذه بعض كتبه: الفصل في الملل والأهواء والنحل، المحلى شرح المجلة، طوق الحمامة، الإحكام في أصول الأحكام، الأخلاق والسير، التلخيص لوجوه التخليص، الرسالة الباهرة، ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل، مراتب الإجماع، مؤلفات مفقودة، الإيصال إلى فهم كتاب الخصال، الخصال الحافظ لجمل شرائع الإسلام، من فرض به مالك وأبو حنيفة والشافعي، التصفح في الفقه، الإملاء في شرح الموطأ، در القواعد في الفقه الظاهري، الرسالة البلقاء في الرد على عبد الحق بن محمد الصقلي، الاستجلاب، نسب البربر، اختلاف الفقهاء الخمسة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود، مؤلفاته حسب التصنيف، كتاب المحلى بالآثار في شرح مجلى بالاختصار. يعد هذا الكتاب واحدا من أهم كتب الفقه الإسلامي، موسوعة فقهية ضخمة استعرض فيها ابن حزم آراء معظم من سبقه وعاصره من الفقهاء. الفصل في الملل والأهواء والنحل، كتاب في دراسة عقائد أصحاب الملل الغير إسلامية كعبادة الشمس والكواكب والنصرانية وحكماء الهند، وعبرة الأصنام وغيرها، وآراء الفرق الإسلامية ومذاهبها كالمعتزلة والجهمية والقدرية والشيعة وغيرها من الفرق. كتاب الإحكام في أصول الأحكام، كتاب التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، تأليف الإمام ابن حزم، ويليه محق النظر في المنطق، تأليف الإمام أبي حامد الغزالي. جوامع السيرة النبوية نشر عدة مرات، رسالة في القراءات المشهورة في الأمصار، رسالة أسماء الصحابة والرواة وما لكل واحد من العدد، رسالة أصحاب الفتية من الصحابة بعدهم على مراتب في كثرة الفتية، رسالة جمل فتوح الإسلام بعد رسول صلى الله عليه وسلم صنفها سنة 431 هجرية أو بعدها بقليل، رسالة في أسماء الخلفاء والولاء وذكر عددهم، رسالة في فضل الأندلس وذكر الجارية. كتب فقهية، كتاب أجوبة على المسائل المستغربة من صحيح البخاري، كتاب تنوير المقباس الصادع في الرد على من قال بالتقليد، الإجماع ومسائله على أول فقه، الاستقصاء ذو القواعد في 1000 ورقة، القدح المعلى في تيميم المجلة، مختصر موضح لأبي الحسن ابن المغلف الظاهري، كتاب الإملاء في شرح الموطأ في 1000 ورقة، كتاب فيما خالف فيه الحنفية والمالكية والشافعية جمهور الصحابة يشتمل على 200 مسألة، كتاب الصلاة، كتاب مناسك الحج، كتاب مراتب الديانة، القرآن وعلومه، الناسخ والمنسوخ في القرآن، سنن ابن حزم الظاهري، الجامع في صحيح الأحاديث باختصار الأسانيد والاختصار على أصحابه،
وجه تلاب أكمل ألفاظها وأصح معانيها، مختصر علم الحديث أسماء الله الحسنى. كتب في اللغة العربية وأدبها: طوق الحمامة في الألفة والإلاف، ديوان ابن حزم الشعري، كتاب الإعراب، دعوة الملل في أبيات المثل، رسالة بيان الفصاحة والبلاغة وهي إلى ابن حفصون، شيء في العروض مؤلف في الضاء والضاد، ولبة الشاهدة على محرقة ابن حزم. يرتبط بمصنفات ابن حزم حادثة خطيرة، طالما تقرب الأندلس كلما ضاق أهلها بأحد من يخالفهم من العلماء، وهي إحراق كتبه علانية بإشبيلية بيد أنها لم تفقد من جراء ذلك، فقد كان له جماعة من تلاميذه النجباء الذين قدروا فكره وحافظوا على كتبه التي كانوا يمتلكونها بنسخها ونشرها بين الناس. ولذا فعندما أحصاها ابن مرزوق اليحصبي وهو من المتأخرين وجدها 80,000 ورقة، وهو نفس إحصاء أبي رافع الفضل في القرن الخامس الهجري 11 ميلادي. وعن هذه المحرقة يقول شاهد عيان على مشهد منها وقع في فاس، وهو المؤرخ المركشي الذي يقول في كتابه المعجب: أمر المنصور بإحراق كتب المذهب المالكي، لقد شهدت وأنا يومئذ بمدينة فاس يؤتى بالأحمال فتوضع ويطلق فيها النار. وكان قصده في الجملة محو مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة. وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث، وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه، إلا أنهما لم يظهراه وأظهره يعقوب هذا. وترجع أسباب هذه الحادثة إلى الآتي: ثقة ابن حزم نفسه عند منازلة كبار فقهاء المالكية، وعدم تردده في تسفيه آرائهم طالما خالفت ما روح، تنديره بولاية خلف الحصري للخلافة الإسبيلية وبايعته على أن هشام المؤيد سنة 325 هجرية في عهد محمد بن إسماعيل القاضي، معارضة فقهاء المالكية له وسعيهم لدى السلطان للإيقاع به وإثارة العامة ضده، نزعة ابن حزم الأموية ودعوته لإعادة حكم الأمويين في الوقت الذي قطع فيه معظم ملوك الطوائف كل صلة بالأموية الأندلسية. إن ابن حزم لم يكن ينظر إلى أمراء عصره، ومنهم المعتد نثرة اعتبار، فهو وزير ابن وزير، وما كان له أن ينظر إليه أكثر من نظرته إلى من دونه أو من ليس أكبر منه. وبالرغم من هذه المؤامرة التي ألمت ابن حزم، فلم يتحقق للمعتد ما كان يصلو إليه من كثرة كبريائه وإذلاله، بل ظل الرجل يشمق بمكانته وعلمه وعقله هنا وهنا دون ضعف ولا ذلة، لكنه آثر السلامة وغادر إشبيلية إلى قريته من توليشم التي كان يمتلكها ويتردد عليها، وظل بها يمارس التصنيف والتدريس حتى وافته المني، مسيرة علمية تنتهي بمأساة. في نهاية مسيرة علمية امتدت أربع عقود، بدأت مأساة رجل دولة محطم الأحلام وانتهت بحصيلة معارف وافرة الإمام موسوعي ما زال يسير الاهتمام. توفي ابن حزم آخر شهر شعبان 456 هجرية في قرية منتو ليشم ببادية لبلة، تاركا مذهبا شهد على انتشاره بالأندلسي ألد وأعدائه. ومن المفارقات العجيبة أن المذهب الظاهري متمثلا في تراث ابن حزم وجد بعد قرن من وفاته نصيرا سلطانيا له من دولة الموحدين التي أسقطت دولة المراوتين 541 هجري، وخاصة في أيام المنصور يعقوب الموحدي سنة 595 هجري، الذي يروي المقري في نفح الطيب أنه كان معجبا بابن حزم وأنه وقف يوما على قبره ثم قال: قل العلماء عيان على ابن حزم،
ولعل هذا الإعجاب هو الذي دفعه إلى الثأر لابن حزم الخصومة، فألزم الناس بالمذهب الظاهري، وأمر سنة 95 بحرق كتب فروع الفقه المالكي ليس في الأندلس حسب وإنما في بلاد المغرب. ابن حزم ونعم، ورغم حياته العاصفة بالحروب وقروب التعصب طوال نصف قرن، فقد كان ابن حزم رحمه الله سمحا في وصف أخلاقه، وقد أطلعنا على جانب من رقته ولطفه يتنافى مع ما اشتهر عنه من الحدة والشدة، وهو اشتهار كانت عباراته القادحة في المخالفين سببا فيه، ويحكي في طوق الحمامة عن خصلة الوفاء لديه والأنس بكل قريب منه، فيقول: لا أقول قولي هذا ممتدحا نفسي، ولكن آخذا بأدب الله عز وجل، ولقد منحني الله عز وجل من الوفاء لكل ما يمت إلى بلقيه واحدة، ووهبني من المحافظة لمن يتذمم مني ولب محادثة ساعة، حظا أنا له شاكر وحامي، وما شيء أثقل علي من الغد. ولم يقتصر على هذا الخلق على أصحابه وطلابه، وإنما عامل به أيضا من وقع في غرامها من النساء، وهي حبيبته أيام الصبا جاريته نعم، التي نراه يتوجع عليها متفجعا على فقدانها، فيقول: ولو قبل فداء لفديتها بعض أعضاء جسمي العزيزة علي مسارعا طائعا، وما طاب لي عيش بعدها، ولا نسيت ذكرها ولا أنست بسواها. رحم الله الإمام ابن حزم. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله.